بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الندوه اليوم اللي كينظمها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجيه حول يعني تفعيل الدستور فيما له علاقه بادوار المجتمع المدني المرتقبه، الندوه عندها واحد الاهميه كبيره جدا لانها مرتبطه بواحد الورش المتعلق بفلسفه يعني عمل الدوله في العمق. عمل الدولة اليوم بعد التحولات اللي عرفها المغرب، واللي بان بانه كاين واحد المجموعة من الاعطاب متعلقة بعمل الدولة في علاقتها بالمجتمع، واللي تجلات في واحد المجموعة من الحركات الاحتجاجية واللي ادت الى تفاعل ملكي يعني متبصر وسريع، ادى الى انتاج يعني دستور جديد. هذا الدستور اليوم فتح المجال لفاعلين جدد لكي يكونوا شركاء في اتخاذ القرار. إذا الإشكالية اليوم هي كيف يكون اتخاذ القرار في البلد له منطق يحقق الثقة في القرار، الثقة في المؤسسات صانعة القرار، وكذلك الثقة لدى المواطن بأنه جزء من منظومة صناعة القرار. هذه الإشكالية لا يمكن أن نفكر فيها خارج أدوار المجتمع المدني، وبالتالي اليوم يعني تفعيل الدستور واستخراج هذه القوانين التنظيمية أو القوانين العادية أو مجموعة من المؤسسات ذات الصلة بالموضوع كلها تشكل يعني عمل كبير وكبير جدا يرتبط بهذه المنظومة الإصلاحية الجديدة لعمل الدولة تجاه المجتمع، وكذلك علاقة المجتمع بالدولة لكي تكون علاقة ثقة، علاقة يعني احتضان، علاقة تكامل وعلاقة تعاون. طبعا هذا المسار عنده فرص نجاح أكيدة وعنده كذلك تهديدات مؤكدة. فرص النجاح متوفرة بالضمانات الدستورية نفسها، متوفرة بمستوى يعني ارتقاء المجتمع اليوم إلى التعبير الصريح عن متطلباته وعن انشغالاته بدون خوف، بدون طرد، بدون حرج، وضمانات أخرى متعددة. ولكن هناك كذلك تهديدات، أعتقد أن من أهم هذه التهديدات التي يجب الاحتياط لها هو أن هناك أولا الديمقراطية التمثيلية الناتجة عن مسلسل إنتاج النخب السياسية والمؤسسات المنتخبة صاحبة السلطة المنتخبة، يجب أن تكون هذه الديمقراطية التمثيلية التفويضية يعني ناضجة ذات مصداقية، وأن تكف كل الممارسات التي تؤدي إلى الإساءة إليها، لأنه لا يتصور ديمقراطية تشاركية مع تمثيلية اللي هي معطوبة أو مريضة، لأنه في الغالب مسؤول عن السلطة المنتخبة لا يمكن أن يقيم علاقة تعاون وعلاقة تكامل أدوار مع المجتمع المدني إذا لم يكن هو نفسه جزء من تعبيرات المجتمع ومن تطلعات المجتمع. التهديد الثاني اللي عنده خطورة حقيقية هو النخب وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. هذه النخب التي أقصد منها التي ارتبطت بمظاهر الرية والمصالح والامتيازات، يجب أن يقع مجهود لتتكيف هذه النخب مع التحولات ولا تكون عرقلة في مسيرة الإصلاح ومسيرة إعادة إنتاج منظومة ديمقراطية للعلاقة بين الدولة والمجتمع. شكراً.